بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في الدرس رقم 2 من دروس كتاب الجيد في الرياضيات للمستوى السادس. الدرس بعنوان توازي والتعامد. نحن الآن في النشاط رقم 3، أتمرن جو مونطخين، للصفحة 16. السؤال رقم 11 يقول: ألف أنسخ الشكل على دفتري ثم أحدد طبيعة الرباعي A B C D. إذن أول خطوة مطلوب مني أنني ننسخ هذا الشكل على الدفتر، ثم بعد ذلك أحدد طبيعة الرباعي A B C D. ب: هل قطراه متعامدان؟ علل جوابك. القطران قلنا هما هذو اللذان يمران من وسط الشكل، هل هما متعامدان؟ هذا هو السؤال مع تعليل جواب طبعا. جيم: أعلل لماذا منتصف بي دي مستقيمي مع النقطتين A و C. وهذا السؤال رقم 3. إذا ننتقل مباشرة إلى الشكل. عندنا الشكل هو هذا، طلب مني أولا طبيعة الرباعي A B C D. كما تلاحظون هذا الرباعي معروف عندنا هو متوازي أضلاع. إذا ألف الرباعي A B C D متوازي أضلاع، توازي الأضلاع. سؤال ب: هل قطراه متعامدان؟ أعلل جوابي. إذا القطران قلنا هما اللذان يمران من النقطتان متقابلتان. نرسم القطران أولا، عندي القطر الأولي من سي A والقطر الثاني دي B. سؤال: هل هذان القطران متعامدان؟ إذا لمعرفة تعامد قطرين أو مستقيمين ماذا أفعل؟ يعني آتي بالكوس ثم أنظر هل هناك زاوية قائمة في عند تقاطع القطرين. إذا ماذا سأفعل؟ سأتي بالكوس، ستجيبوا الكوس ديالكم وتحطوه في هذا الموضع هذا على هذا الشكل. هذه الكوس طبعا ما غاديش يجي عمودي، غادي يجيكم في هذا الشكل هذا، يعني ما غاديش يجي هذا الضلع، هذا الجزء من الكوس ما غاديش يجي محادي لهذا الضلع هذا، وبالتالي فالقطران غير متعامدين. إذا السؤال: هل قطراه متعامدان؟ لا. ب: لا، القطران غير متعامدين. لأن تقاطعهما لا يشكل زاوية قائمة، أو لم قد نقول لأن متوازي الأضلاع قطراه غير متعامدين. هذه معروفة قاعدة. جيم: أعلل لماذا منتصف بي دي مستقيمي مع النقطتين A و C. منتصف بي دي، عندي القطعة بي دي، إذا القطعة كنكتبوها على هذا الشكل بيدي، يعني معقوفة من على اليمين ومعقوفة على اليسار، هذه تسمى قطعة. وهذا الشكل القوسين عندما نرى مثل هذا الشكل مثلا، هذا فهو مستقيم، بالقوسين يسمى مستقيم، بالمعقوفتين يسمى قطعة. إذا ما معنى قطعة؟ يعني محدودة من الطرفين، مستقيم غير محدود من الطرفين. إذا قطعة بيدي، أين هي القطعة بيدي؟ هي هذه. سؤال: منتصف، لماذا منتصف القطعة بدي مستقيمين مع النقطتين A و C؟ يعني لماذا منتصف بدي اللي هو جهنا في هذا الموضع هذا، لماذا هو مستقيمي؟ يعني إلا سمينا هذا المنتصف ديال القطعة بدي سميناه مثلا، سميناه E، ف C و E و A نقط مستقيمية، لماذا E مستقيمي مع النقطتين A و C؟
الجواب لأن إي هي أيضا منتصف القطعة سي أ أو لا أ سي، فهي أيضا هاد إي هنا جات في المنتصف ديال القطعة أ سي. ننتقل للتمرين رقم 12، يقول ألف أنقل على دفتري ثم أنشئ المستقيم الموازي لإس في والمار من النقطة بي. إذا عندي ثلاثة نقاط غادي نرسمها، ونرسم واحد المستقيم يكون موازي لإس في، غادي نرسم المستقيم إس في ونرسم الموازي لإس في ويمر من بي. إذا غادي يكون عندي هذا هو المستقيم إس في، والمستقيم آخر هكذا يكونان متوازيان. ثم بعد ذلك أرسم ارتفاع المثلث بي اس في المار من بي. إذا هنا عندي النقاط اس و بي و في، مطلوب مني أولا أن أرسم المستقيم الموازي لاس في. إذا أولا سنرسم المستقيم اس في، يعني عادي غنوصل بين النقطتين اس و في. نطول شوية اس جهة اس. اذا هذا هو المستقيم اس في. ثم بعد ذلك طلب مني ماذا؟ ان ارسم المستقيم الموازي لاس في والمر من النقطة بي. اذا خصني نرسم واحد المستقيم يكون موازي لهذا الازرق هكذا ويمر من النقطة بي. قلنا اول مرحلة ماذا افعل؟ بالنسبة لرسم التوازي اول خطوة خصني نرسم واحد العمودي على المستقيم اس في، ثم بعد ذلك ارسم المستقيم العمودي على هذا المستقيم اللي رسمته لكي اتحصل على التوازي. اذا اول خطوة غادي نرسم نوضع المثلث على هذا الشكل. اذا خص يكون عندي المثلث على هذا الشكل، الزاوية القائمة تكون هنا. ثم ماذا افعل؟ ارسم العمودي على هذا المستقيم هكذا، هذه اول خطوة. ثم بعد ذلك غادي نشد يعني الكوس ونوضعه الان في هذا الموضع هذا هكا، في هذا الموضع. غادي نرسم الموازي المستقيم الازرق اس في. إذا فالطريقة سهلة وبسيطة، أولا كرسم هذا المستقيم هذا اللي بالأخضر اللي هو عمودي على المستقيم اس في بالأزرق، ثم بعد ذلك نوضع عاوتاني العمودي على المستقيم الأخضر باش نتحصل على الموازي ديال المستقيم الأزرق. أرسم ارتفاع المثلث بي اس في، الرسم المثلث ديالنا بي اس في، بي اس في هذا هو المثلث بي اس في. والارتفاع طبعا هو عندي هو الاسقاط العمودي. ما هو الارتفاع؟ هو الاسقاط العمودي للنقطة بي على القاعدة اس في. الاسقاط العمودي هو هذا المستقيم الاخضر اللي عندي هنا لانه وجع عموديا. اذا ف الارتفاع هو هذا اللي بالاخضر اصلا، يعني ديجا عندي مرسوم كنسميوه اش، نسميوه اش يعني اوتور او لا الارتفاع. ننتقل الى التمرين رقم 13، الف انقل على دفتري ثم انشئ المستقيم العمودي على الدي والمار من النقطه سي. بنفس الطريقه غادي نرسم هذا الشكل. عندي المستقيم هذا هو المستقيم دي، فيه نقطه دي وفيه نقطة خارجه اسمها سي. إذا أول حاجة أنشئ المستقيم العمودي على الدي، غادي يكون عمودي على الدي ويمر من سي. إذا غادي يكون هذا الاتجاه هذا بهذا الشكل. باء أنشئ المستقيم العمودي على الدي، غادي ننشأ مستقيم آخر يكون عمودي على الدي ويمر هذه المرة من النقطة
دي كبيرة يكون هكذا. جيم، ماذا يمكن أن أقول عن هذين المستقيمين؟ أعلل جوابي. إذن بعد ما نرسم المستقيمين العموديين على الدي، ماذا يمكن أن نقول عنهما؟ هذا يعني سؤال بسيط، إن شاء الله اللي بغى ينجز تمرين يعمل بوز وينجزو ونتلقاو بعد ذلك من أجل التصحيح. إذن هنا عندي الشكل، فهذا المستقيم يسمى المستقيم دي، فيه نقطة دي كبيرة وفيه نقطة خارجه سي. إذن أول خطوة ألف مطلوب مني أن أنشئ المستقيم العمودي على الدي والمهر من النقطة سي. إذن راني نجاوب على السؤال ألف، أنشأ مستقيم العمودي على الدي والمهر من النقطة سي. إذن باش نرسم أنا العمودي على الدي والمهر من السي، خصني أولا نوضع الكوس في هذا الوضع هذا، إذن خص تكون الزاوية قائمة هنا في هذا الموضع ديال الكوس. بعد ذلك ماذا أفعل؟ أرسم المستقيم الذي يحادي هذا الجانب هذا. إذا غادي يكون عندي هذا هو المستقيم، وهنا خصني نبين بأن كاين زاوية قائمة، يعني المستقيمان متعامدان. نسميه أي اسم، نسميه مثلا دلتا، دلتا واحد مثلا. الآن السؤال رقم باء يقول أنشئ المستقيم العمودي على الدي والمار من النقطة دي كبيرة. إذا باء خصنا ننشأ مستقيم عمودي تهو على الدي ويمر من النقطة الدي. إذا كنوضع الكوس كما قلنا بنفس الطريقة، نوضعه بهذا الشكل هذا. طبعا هنا الزاوية القائمة ديال الكوس هي هذه، ثم أرسم المستقيم. إذن هكذا أكون قد تحصلت على مستقيمين العموديين على الدي، الأول مار من النقطة سي والثاني يمر من النقطة الدي. إذن هذوهما المستقيمان. انتقل سؤال جيم يقول ماذا يمكن أن أقول عن هذين المستقيمين؟ ماذا يمكن أن نقول عن دلتا واحد ودلتا زوج؟ نعم، المستقيمان متوازيان. إذا نقول مثلا دلتا واحد يوازي دلتا اثنان. إذا أعلل جوابي. التعليل الجواب هو أن المستقيمان دلتا واحد ودلتا زوج متوازيان. لماذا؟ لأن القاعدة تقول، نرجع القاعدة ونشرحها بالتي إن شاء الله، المستقيمان العموديان على نفس المستقيم يكونان متوازيين. إذا المستقيمان العموديان على نفس المستقيم، فدلتا واحد عمودي على الدي ودلتا زوج عمودي على الدي كذلك، يكونان متوازيان. هذا هو التعليل حسب الخاصية. إذا ننتقل إلى التمرين رقم 14، هذه المرة بالفرنسية. أ جو ريبرودوي لا فيغور سور مون كاي. هذه كتسمى لا فيغور أو لا الشكل. غادي نعاود ننتجو يعني في الكاي ديالي، رسمو في الكاي ديالي. بي جو تراس لا دغوات بيربونديكولير ا دي. لا دغوات هي المستقيم، دغوات كتعني مستقيم، بيربونديكولير هي هادي عمودي، ا دي جو تراس لا دغوات بيربونديكولير ا دي تكون عمودي على الدي. passant par le point B تكون عمودي على D، لهذا هو المستقيم D، وتمر من النقطة B يعني تكون عمودي على D هكذا. puis ثم la droite perpendiculaire à D prime. D prime هو هذا أو D فتحة، خصني واحد la droite اللي تكون perpendiculaire ليلو
en passant par le point B. حتى هي تكون تمر من النقطة B. C avec ma règle graduée, يعني تسمى المسطرة المدرجة, je mesure la distance du point B. غادي نقيس المسافة ديال النقطة B à la droite D. المسافة ديال B عند D. Puis à la droite D'. نعبر المسافة من B لD ومن B لD'. مفهوم؟ إذن هذا هو السؤال. بوز إن شاء الله نجدو التمرين ونلتقي بعد ذلك من أجل التصحيح. إذن هذا هو الشكل. السؤال الأول يقول Je trace la droite perpendiculaire à D. غادي نرسم واحد المستقيم يكون عمودي على D passant par le point B. يكون يمر من النقطة B. إذن يكون عمودي على D طبعا في هذا الاتجاه ويمر من B. أول حاجة خصنا نوضع الكوس في هذا الموضع. هذا نشد الكوس ونوضع في هذا الموضع, يعني تكون عندي هنا زاوية قائمة. هنا الكوس يكون على وضع زاوية قائمة ونجيب مسطرة ونسطر المستقيم. إذن هذا هو المستقيم العمودي على B والD والمار من النقطة B perpendicular à D et passant par B. ثم بعد ذلك المستقيم العمودي على D prime. شوف هنا السؤال يقول puis la droite perpendiculaire à D prime. La droite المستقيم العمودي على D prime et passant par le point B. ويمر هو كذلك من النقطة B. إذا نجيب المثلث ديالي أو الكوس ونوضعو في هذا الوضع, هذا الشكل هكذا, ورسم المستقيم. إذا هذا هو المطلوب مني. C avec ma règle graduée de Mistara, je mesure la distance du point B à la droite D puis à la droite D prime. Le Mistara نقيس هذه المسافة هذه ثم هذه المسافة فهم, يعني هذه بالمسطرة. نخلي لكم هذا الإنجاز, راه ماشي صعيب بزاف. يكفي أنك تقيس توضع الصفر ديال المسطرة هنا ثم تقيس تعبر المسافة. فهم؟ إذا ننتقل للتمرين الموالي. La question numéro 15. A. Je reproduis la figure sur mon cahier. نعاود نرسم هاد لا فيغور أو هاد الشكل على الكاي ديالي. B. Je trace la droite parallèle. إذا عندنا perpendiculaire كتعني عمودي و parallèle كتعني يوازي à D passant par le point B. Je trace la droite parallèle à D تكون parallèle D موازية D وتمر من النقطة B. Elle coupe D' en C. طبعا اللي غادي تكون موازية D غادي تكون على الشكل هذا وغادي تقاطع مع D' في واحد النقطة, ديك النقطة خصني نسميها C. ثم بعد ذلك C je trace la parallèle à D'. بعد ذلك رسم واحد الموازي D' passant par B, يكون يمر من B, موازي D' ويمر من B, يكون على هذا الشكل هذا. Elle coupe D en D, يعني ملي غادي نرسم موازي بحال هكا غادي يتقاطع مع D في واحد النقطة. هذيك النقطة نسميها D. D j'en déduis que le quadrilatère يعني الرباعي ABACBD est un. ونشوف يعني نوع الرباعي اللي غادي نوجد نكتبه هنايا. مفهوم؟ اذا اللي بغى نجي يستمر يعمل بوز هنايا ونتقي ان شاء الله من اجل التصحيح. اذا هذا هو الشكل ديالي. اولا مطلوب مني جو تراس لا دروات باراليل ا دي, غادي نرسم واحد المستقيم يكون عمودي على دي ويمر من النقطة B parallèle à D
et passons par D, par B. إذن باش كنرسمو التوازي، أولا خصني نوضع المثلث يعني الإسقاط العمودي ديال النقطة B على مستقيم هاد الاتجاه، نوضع المثلث هكذا ونرسم واحد المستقيم، ثم بعد ذلك نجي ونوضع المثلث بشكل آخر نضع الكوسين على هذا الشكل، الكوس نوضع على هذا الشكل هذا ونرسم المستقيم. نطوله إذا هذا هو المستقيم الأولي، ثم بعد ذلك نرسم المستقيم نكمل السؤال ال كوب دي بريم اون سي، يعني هذا المستقيم اللي رسمته دابا كيقطع دي بريم في واحد النقطه، دي بريم اللي هو المستقيم كيقطع دي بريم في واحد النقطه غنسميها سي، ها هي. ثم بعد ذلك السؤال سي يقول جو تراس لا باراليل ا دي بريم باسون بار بي، اذا غادي نرسم الباراليل ديال دي بريم كون باراليل هكا اي باس بار بي. نجي مثلا هنا نوضع المثلث ديالي، فمن اجل رسم التوازي خصني جوج ديال التعامدات ولا جوج مراحل، المرحله الاولى كنرسم واحد العمودي على المستقيم الاول هكذا، ثم بعد ذلك نرسم العمودي المستقيم الثاني اللي رسمت، نوضع الكوس ديالي على هذا الشكل، ارسم المستقيم. اذا بعد ما رسمت المستقيمين غادي يكون عندي هذا الشكل هذا. نكمل السؤال يقول ال كوب دي اون دي، ال كوب دي اون دي يعني كتقطع المستقيم دي في واحد النقطه غادي نسميها دي، دي ماجيسك هي هذه. كيسيون اللي موراها جون ديدوي كو لو كوادري لاتيرال ACBD est un، نشوفوا الطبيعة ديال الرباعي، نبينوا الرباعي أولا، إذن هذا هو الرباعي ديالي ACBD، ACBD هذا هو الرباعي، الطبيعة ديالو باين بأنه متوازي أضلاع، إذا فالرباعي هنا هو رباعي متوازي أضلاع، بالفرنسية نسميه باراليلوغرام. دونك ACBD est un parallélogramme. Parallélogramme. مزيان ننتقل الى جوغوتيان، هنا نذكر القواعد، اتذكر جوغوتيان عندي توازي مستقيمين باراليليزم دو دو دووات، المستقيمان دي واحد ودي زوج متوازيان، دي واحد ودي اثنان متوازيان، يعني انهما غير متقاطعين لا يتقاطعان، فهمت؟ هاد المستقيمين ما عمرهم يتلاقاو، يعني واخا نمدوهم شحال ما بغينا يبقاو دائما متباعدين بنفس المسافة لا يتقاطعان. نكتب دي واحد هاد الشارة هذه دي جوج ونقرأ دي واحد يوازي دي جوج، دي واحد يوازي دي جوج. تعامد مستقيمين ب
perpendicularité de deux droites. المستقيمان دي واحد ودي زوج متعامدان. إذا عندنا دي واحد عمودي على دي زوج يعني أنهما متقاطعان، أولا كيتقاطعوا كيتلاقاو، ولكن نقطة الالتقاء ديالهم زاوية قائمة، يعني أنهما متقاطعان ويكونان زاوية قائمة. خص ضروري تكون زاوية قائمة، يقدر يتقاطعوا هاد المستقيمان متقاطعان ولكن لا يكونان زاوية قائمة هنا، إذا فهما غير متعامدان. إذا فهما غير متعامدان. نكتب دي جوج و دي واحد هاد الكتابة هادي ونقرأ دي واحد عمودي على دي زوج. الخاصية واحد، هذه يعني قاعدة كناخدوها، المستقيمان العموديان على نفس المستقيم يكونان متوازيين. عندنا دي واحد عمودي على دي جوج ودي ثلاثة حتى هو عمودي على نفس المستقيم اللي هو دي جوج، يعني بجوج ميهم عموديان على نفس المستقيم. كيفاش كيكونوا مع بعضياتهم؟ متوازيين. ممكن نقولها كالقاعدة، إذا كان دي واحد عمودي على دي زوج ودي جوج عمودي على دي واحد، فإن دي واحد عمودي يوازي دي ثلاثة. طبعا هنا هو دي واحد عمودي على دي زوج ودي ثلاثة حتى هو عمودي على دي جوج على نفس المستقيم، إذا فدي واحد ودي ثلاثة متوازيان. الخاصية زوج، إذا كان مستقيمان متوازيان، عندي واحد جوج مستقيمات متوازيين، فإن كل مستقيم موازي لأحدهما يكون موازيا للآخر. عندي مثلا دي جوج عمود يوازي دي ثلاثة، دي جوج يوازي دي ثلاثة، وجبت دي واحد كيكون يوازي دي جوج، فمباشرة دي واحد يوازي دي ثلاثة. إذا كان موازي لواحد فيهم راه موازي للآخر، مفهوم؟ إذا كان هذا هو آخر نشاط في الصفحة 15. شكرا على انتباهكم، ونلتقي إن شاء الله في الصفحة الموالية. والسلام عليكم ورحمة الله.